يعني ضيفتنا وضيفنا لليوم رح يولعوا السهرة. والليل الليل الليل وبدك تسمحيلي. لا يمكن دخل المهني بالشخصي. خلينا نقول غنية لأم كلثوم ولكن بطريقة الراب. بدنا قابة ما بسألك أسئلة. معني الماني الماني هب الهوى وريماني. معني الماني الماني الناس يعني البنات لما عم يشوفني عن جد عم بيضموني. عرفتي انه انا توقعت لو حبوها بس مو بهالشكل. خلينا شوي باللغات. يعني سمعنا انك تحكي اكثر من خمس لغات او خمس لغات. كل عام وانتم بألف خير. يلا كلنا سوا على تلفزيون سما. عيدكم معنا سما بتجمعنا.